فاجئتني يا كابتن. ليه؟ يعني صبح لسه شويه وخبراته دي، ده بقاله كذا سنه. معلش بس برضه مش زي الشناوي اللي عدى ال 30 وفوق ال 30 وكده يعني، والشناوي التاني برضه نفس الحكايه. الخبرات في حراسه المرمى مهمه جدا. طب حضرتك عديت عواد. عواد عشان ما بيشاركش بس. اه. ما بيشاركش مع نادي الزمالك. طيب معنى كلام حضرتك ان حراسه مرمى نادي الزمالك في امان ولا في قلق؟ لا، احنا محتاجين في نادي الزمالك حارس مرمى بشكل مختلف خالص. اللي هو مين؟ مش عارف يعني. انا شكل مين؟ طيب ما انا يعني شكل الشناوي احمد. اه طبعا. ومحمد. اه لا يعني سيبنا محمد لمحمد في الاهلي. اه يعني مثلا الشناوي احمد كان في الزمالك. لا يعني حضرتك رايك ان الزمالك حاليا محتاج احمد الشناوي؟ محتاج احمد الشناوي ده ما فيش شك في وجود الاسمين دول. اه يعني الموضوع مش اسامي من وجهه نظر كابتن؟ لا 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 طبعا يعني. لا طبعا حراسه المرمى مركز حساس جدا. الخبرات فيه بتفرق كتير جدا 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 يعني. واعتقد ان الاثنين دول يعني خبراتهم عاليه جدا. يوسف اسامه نبيه، سيف فاروق جعفر، من الاسماء اللي الزمالك اتاثر برحيلها، وهل يبقوا عناصر مؤثره في بيراميدز ولا في السكواد الحالي تبقى الامور صعبه؟ هي الامور هتبقى صعبه بالنسبه لهم، ولكن المستقبل ليهم يعني. المستقبل ليهم، لان طبعا مع السكواد اللي في 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 بيراميدز اعتقد ان هيبقى من الصعوبه ان هم يشاركوا بصفه اساسيه، لان السكواد بتاع بيراميدز سكواد عالي جدا. معنى جداً كلام حضرتك جداً. ان حضرتك لو بتنصحهم ما كنتش نصحتهم بالديستنيشن ده او بالاتجاه ده. بالظبط كده، اخليهم في ناديهم. منتهى يعني الامانه مشاركتهم في الزمالك هتبقى اسهل من مشاركتهم في بيراميدز. بالظبط كده، ده كلام سليم مليون في الميه. هو القماشه الفنيه في بيراميدز حاليا تفرق كتير قوي عن الزمالك يا كابتن؟ مفيش شك، ما عدا قله قليله من اللاعبين في نادي الزمالك. تصريح جريء. لا ده يخلينا يوم الخميس ما نقعدش نتفرج على المباراه 50-50. ما انا بقول لحضرتك التاريخ. ايوه. والجماهيريه. ايوه. لا يبقى ليها دور كبير جدا مع نادي الزمالك. التاريخ والجماهيريه بيبقى ليها دور كبير جدا. يعني راي حضرتك ان ما زالت المباراه 50 طبعا. ما فيش شك، انا ما قلتش ان السكواد هناك عالي جدا واعلى من نادي الزمالك. الا القليل في نادي الزمالك، لكن مش معنى كده ان الزمالك فريق يستهان به يعني. لا طبعا.